مدينة الضباب الذي ينقشع بحضور نجوم اليورو فيها، فشوارعها مليئة بجماهير متعطشة لقب جديد، فالإيطالي بصوت عال والإسباني يطالب بالصمت والحذر، فشوارع لندن العتيقة والمليئة بالتاريخ والصخب لا يدور فيها شيء في هذه المدينة الرائعة سوى كرة القدم، فنهر التايمز العظيم وإن قسم لندن لأكثر من 13 نادياً فلم يستطع أن يقسم الإنجليز أمام منتخبهم، فبصوت واحد It's coming home على ملعب ويمبلي، الملعب الذي رفع فيه الفرانزي كأس العالم 66، فهذه الكأس مشتاقة ليد إنجليزية. وكما يقال، إذا مللت من لندن فقد مللت من الحياة، من أعرق وأقدم العواصم العالمية. أهلا بكم يورو اليوم، يرحب بكم باقتراب الموعد الختامي، نصف نهائي الأول. اليوم يتحدد من هو الذي سوف يذهب إلى ويمبلي من ويمبلي. مرحبا بكم. مرحبا آسيا. أهلا محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا 6 أيام فقط متبقية لنتعرف على هوية بطل هذه النسخة من منافسات أمم أوروبا. نرحب بضيفنا الكريم لليوم الإعلامي والناقد الرياضي محمد الجزار. محمد، كيف الحال اليوم؟ أهلا بك آسيا، وأهلا بك محمد وكل المشاهدين. بما أن لندن سوف تستضيف منافسات اليورو في نصف النهائي، في النهائي أيضا منافسات ويمبلدون بساعة 100%، ما تعليقك على كلام الألمان بأن اليوفا كان غير أو تعامل بطريقة غير مسؤولة مع عملية السماح أو المطالبة برفع عدد الجماهير في لندن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن البداية ما نتكلم عن لندن، أعتقد أن ممكن نغير المقولة الشهيرة كل الطرق تؤدي إلى روما، ونقول كل الطرق تؤدي إلى ويمبلي. الحقيقة الكل بينتظر وبيترقب المباراة النهائية، ويبدو أن الألمان الحقيقة بعد الخروج المخيب جدا للأمال مبكرا من البطولة يتحدثوا عن اليويفا ويتحدثوا عن عدم مسؤولية، لكن أعتقد أن الأمور تسير بشكل طبيعي وتوجد مسؤولية الكل ملتزم، ولا بد من الطبيعي أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه في السابق تدريجيا. أعتقد أن ده بدأ بالفعل منذ بداية البطولة، لم يكن الحضور بالساعة الكاملة، لكن مع التزام الناس ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية صارت الأمور على ما يرام. وأعتقد أن الصورة جميلة والمشهد جميل في اليورو، الكل مستمتع، فالألمان ما يحاولوش يبوظوا الصورة. والله أنت الجميل يا جزار، أنا وياك في تلاقي أرواح، كل مره بتيجي بنفس لون البدله. لا يا صدفه، خلي بالك انا دارسك كويس. دارسني ولا مراقبني؟ لا درس، لا انا بتابع زي اي مشاهد دارسني البرنامج. طيب. يعني انا بعرف انت امبارح كنت لابس ايه واول فايه الدور عليه يعني مقصود. طبعا مدروسه. خوفني 3 مرات اجى معنا، او هي الثالثه او الثالثه الثالثه، ونفس كل مره بيجي. اول مره الاسود، وثاني مره الكحلي، وثالث مره لا 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 جزار، انا مش هسالك ولا سؤال طول الحلقه بصراحه. معك اسيا، انا صرت اخاف منك. لا انت بيوتي يا اسيا. بيوتي شوت. لا خلاص، البيوتي شوت البيوتي عندك. قال لي انا دايما البيوتي عندي. فضحتني كل تواضع. بس لازم يا اسيا يكون لك موقف الحقيقه. خلاص البرنامج قرب، فاضل 6 حلقات، المفروض البيوتي شو لازم نغير طريقه التواضع. يا محمد تعاملي مع الطيبه زياده الصراحه. شكرا على ان محضر خير والله. اذا الخير موجود في انيائي، كان في يورو 2012 عندما تفوقت اسبانيا بالاربعه. يعاد هذا النهائي مرة أخرى، يعاد مرة ومرة أخرى، لأنه اليورو الرابع الذي يلتقي فيه المنتخبان في مناسبتين. فازت إسبانيا، تخطت إيطاليا وفازت يومها باللقب. إسبانيا إيطاليا مشاهدينا، كما قال جزار كل الطرق تؤدي الآن إلى ويمبلي. كيف أتوا من روما إلى ويمبلي وتغير هذا المثل كواليس هذه الرحلة؟ نتابع. دون أدنى شك آسيا، بعد التحية لك لمحمد ولمحمد الجزار كذلك والمشاهدين، الارتفاع في عدد الحضور، يعني مانشيني بدأ من الآن يتحدث عن موضوع الجماهير. قال في مؤتمره الصحفي من غير المنصف أن لا يتواجد الجماهير الإيطالية بسبب الحجر الصحي والإجراءات الموجودة للقادمين من إيطاليا. ما مدى تأثير ذلك في المواجهات المقبلة؟ أنا بس خلينا أتكلم في نقطة الحالة الجميلة اللي عاملينها مراسلين في بطولة اليورو. الحقيقة من نجوم البطولة أجواء مميزة جدا في كل البرامج، سواء البرامج الصباحية أو البرامج المسائية، وزي ما قال أخونا علي المسلماني الفريق الخامس في المربع الذهبي أشرف بن عياد. احنا طلعنا بره من بقى، انت قعدت تقول هولندا واحد بوسيوف قاعد يقول بلجيكا، فكله طلع بدري. المهم خلينا نرجع لايطاليا. الحقيقه يا محمد،
إيطاليا عاملة حالة جميلة جدا في البطولة وعايز أخد عنوان مهم جدا في كرة القدم وفي الحياة عموما، رب ضارة نافعة. أحيانا يتحسر الإنسان على أمور تحدث لي ويعتقد أنها سيئة ولكنها تكون خيرا، مثلما حدث المنتخب الإيطالي، وليس على أدل على ذلك سوى عدم التأهل لمونديال روسيا 2018. قامت الدنيا والكل قال أن خلاص الكرة في إيطاليا انهارت، لكن كانت الفرصة ليأتي مانشيني ويعيد ترتيب البيت وتعود إيطاليا بهذه القوة. انتصارات متتالية، وصلنا ل 32 مباراة الفوز في 5 مباريات لحد دلوقتي، 3 في دوري المجموعات وفي الأدوار الإقصائية. يمكن موضوع الجمهور، أعتقد أن اللعيبة العناصر اللي موجودة منتخب إيطاليا تشكيلته بتجمع ما بين الخبرة وما بين العناصر الشابة، يقدر أن هو يتجاوز نقطة الجمهور. يمكن حسين قال أن الجمهور هيرجح كفة إنجلترا لو وصلوا النهائي، لكن أعتقد أن لازم التركيز دلوقتي يكون الأول إزاي يتخطى أسبانيا، لأن أسبانيا لن تكون سهلة على إيطاليا إطلاقا. بالحديث عن إسبانيا، إسبانيا فيها الكثير من النجوم طبعا، والأسماء الجديدة التي راهن عليها لويس إنريكي، النجوم الذين اعتدنا أن نراهم لكنهم غير موجودين في في هذه التشكيلة الجديدة لأروخا. الأسطورة إيكر كاسياس على حسابه الرسمي لتويتر مدح كثيرا أوناي سيمون الحارس المتألق مع المنتخب الإسباني، والذي تصدى، هو كان خيار لويس إنريكي راهن عليه كثيرا، تصدى لركلتي ترجيح أمام المنتخب السويسري في المباراة الأخيرة، وهي النتيجة التي أهلت منتخب إسبانيا إلى المربع الذهبي. أوناي سيمون يا محمد على مر التاريخ، أحمد 40 محمد يعني هلا هو كله بسبب فراس لا الفراس هو المنتج مشاهدينا، يعني مضها بالإيربيس ناكس أسرع نحن أوفر. طيب محمد، على مر التاريخ 40% حسب الإحصائيات المنتخبات التي كانت ترتدي أبيض كانت تفوز باللقب، هي نسبة مرتفعة جدا. هل تؤمن بهذا النوع من الإحصائية؟ هو لا يؤمن لأنه أهلاوي، لا برتده أحمر، خلانا زملكاوي كان آمنت في القصة. خلي بالك موضوع التفاؤل والتشاؤم ده موجود في الملاعب الأوروبية، يمكن طبعا لا يخفى على أحد أن كرة القدم دايما الأساس فيها الجهد المبذول والتكتيك والخطط في كرة القدم وشغل المدربين، لكن من الحرب العالمية الأولى وموضوع التفاؤل والتشاؤم ده موجود، وفي قصص كتيرة جدا، رش ملح ولعيب كان بيرتدي الجوتي أو الحذاء لمدة 3 سنين كاملة عشان متفائل بالحذاء ده. فحتى في موضوع الألوان الحقيقة تقرير جميل في موجود الأمور ديت، ويمكن المنتخب الإيطالي، لكن أعتقد أن الحاجات دي بتبقى نفسية أكتر، لكن بس إحنا حتى بأساسية في كرة القدم، حتى في حياتنا محمد وحتى آسيا، مرات في لبس معين بتلبسها تتفائل فيه، عندك مقابلة عمل، عندك شيء معين بتحس أنا مش لبس في صراحة. ناس أو حتى شيء معين إكسسوار أنا يعني هاي دل... طب بالله كلوز عليها يعني شو قصتها هاي؟ لا هيدي ربة الشعر بس في قصة معينة انه لا بتشعر من نفسية. الداخل نفسيا يعني، لكن لازم نأكد ان الانسان دايما يكون مؤمن بالقضاء والقدر، ان اي حاجة تحصل في حياته هو بيكون ربنا سبحانه وتعالى رايد انها تحصل له، مش موضوع ان انا عشان لابس تيشيرت او لابس قميص ان هو ده السبب ان انا نجحت او في مقابلة او فزت مباراة، لا هي انا زي ما قلت لك هو جانب نفسي مش اكتر. بعض اللعيبة كمان خصوصا حتى في افريقيا كمان الموضوع ده موجود بشكل كبير جدا، وبيدخل بقى في سكك السحر والحاجات دي، لكن في النهايه ان نقول كره القدم كل ما انت بتتعب على نفسك وبتجتهد فنيا وبدنيا بتلاقي ثمار ده، انما موضوع التفاؤل والتشاؤم وانا لو لبست التيشيرت الابيض هكسب او لو لبست التيشيرت يعني الاحمر انا ساحره هلا؟ لا انا ما قلتش عليك، انا قلت بس انا قلت في الاول ان الموضوع نفسي مش اكتر ولا اقل، لكن كل شيء بيد الله. موضوع نفسي صحيح طبعا بس انه اكيد الاحمر احسن من الابيض ولا كيف؟ انا شخصيا انا بحب اللون الازرق. مين سنة مين بس تشيلساوي تشيلسي لا إيطاليا. مش موضوع أندية لا طبعا أوكي. انا ارسنال ما فيش بس انا بحب اللون الازرق في اللبس وكده، بحب اللون الازرق جدا، واليوم مش لابس ازرق مشان يتقلدني بس وصلت الجزاء اتشرف طبعا عنده كميه خيال واسعه اذا باعتبار بالحق لا انت لانه الازرق يعني
كيف نقول body language بالنسبة أيضا للألوان التي نفضلها في لا وعينا؟ يعني هناك أمر يرتبط بالخيال يعني مفروض محللة محللة نفسية. أنا ببقى أخضر بحل طلع منها مواهب كثيرة جدا. يعني طب أنا أخضر شو؟ قريت في كتاب ببساطة الأخضر والله ما عندي علم. الحمد لله كان صباح الألوان يعني أنا كده خيالي واسع. خيالك واسع في حاجة تانية يعني ممكن برضه لأنهم يعني يربطوها بلون السماء يعني. طب خليك بالخيال هلا وهنروح على الواقع اللي عندنا. أخضر نفسك طيب والله. بس موضوع موضوع البيوتي شو دوت لا بيو... لا ده كلام يعني اقل شيء عندي عنده... اقل شيء عندي للحديث عن التفاؤل اليوم آسيا لابسة ابيض ودليل على ان الابيض هو للفائزين ولكن كان هناك القمصان مدحتك والله. هناك القمصان في إنجلترا الذين يعني قاموا بطباعتها ووضعها في حديقة هناك في لندن. نتابع الطريقة التي تمت والعملية التي تمت في هذه الطباعة. يعني محمد واحدة من القصص الرائعة في هذا الملعب أن المدرب روبرتو مانشيني مع فيالي الذي معه في الجهاز التدريبي واجهوا على هذا الملعب عندما كان يلعبون لسامبدوريا في نهائي كأس الأوروبية 92 أتوقع أمام برشلونة خسروا على هذا الملعب. يأتي الأمر أمام من هم يمثلون برشلونة بين مزدوجين أن يكون الانتقام على ملعب ويمبلي. هي طبعا مواجهة سأرية بذكريات كييف الخسارة الثقيلة اللي خسرتها إيطاليا 4-0 نهاية 2012. يعني إيطاليا داخلة متحفزة وعندها رغبة كبيرة جدا أنها تعوض لكن أعتقد أن المهمة مش هتكون سهلة. سبيناتزولا غيابه الحقيقة ضربة كبيرة جدا لمانشيني والمنتخب إيطاليا. أفضل لاعب في مباراتين في البطولة عامل مباراة كبيرة جدا ناحية الشمال ودوره كمان مش دوره دفاعي ده دوره محوري يا محمد أن هو بيدي الفرصة لإنسيني أن هو ينطلق إلى الأمام ويقوم بالدور الهجومي بدون أي مشاكل في الدفاع. هل إيمرسون اللي أصلا مش لاقي مكان ولا لاقي فرصته مع تشيلسي في التشكيله الاساسيه هل هيقدر انه يعوض غيابه ويقدر انه يظهر بشكل اكيد لن يعوض سبيناتزولا لا يعني طبعا. يعني لا يمكن لاي لاعب ان المهم يعوض المهم انا اعتقد مانشيني انه يسد الصخره حتى على روح محمد يعني تابعت الركله الاخيره التي ردها سبيناتزولا لوكاكو كره لوكاكو كره لوكاكو صحيح. صحيح وكيف جاء كيليني وايضا بونوتشي الروح وكان المنتخب الايطالي سجل هدف ما هي يعني دي بقى الجرينتا الايطاليه اعتقد انها موجوده في كل اللعيبه مش في لعيب واحد بس واللي هيكون موجود هيقاتل ومش هيضيعوا الفرصه انهم يوصلوا للمباراه النهائيه. اسبانيا كمان عندها الرغبه لانها من 2012 اسيا ما لعبتش ما خاضتش مباراه كبيره بشكل عام فكل فريق عنده المباراه او عنده البطوله دي بالنسبه لهم فرصه للبناء من اول وجديد. طيب في راس بيقول لك احنا اوفر هاي مره ثانيه معناته نروح على الصحافه خلصنا نذهب يعني نذهب الى الصحافه استعجل في راس معرفش نذهب الى الصحافه الان ونعرض ما قالت عنه الصحافه هناك في اسبانيا وايطاليا بدايه من ماركا وايطاليا ومانشيني الفوز باللقب بعدما لم يكن هناك في مع انطلاق البطوله اي هدف او اي تارجت كان وصول المباراه النهائيه ونيل اللقب. شوف اسيا اعتقد ان الوضع مختلف بالنسبه لايطاليا. ايطاليا مشروع ومانشيني ماشي فيه بشكل كويس نجح وخد البطوله هيبقى انجاز عظيم جدا لكن اسبانيا لو انريكي ما خدش البطوله مش هيرحموه ده ماركا طالعه قبل كذا يوم بيقولوا احنا كده كده مش هنفوز بالبطوله طالما انريكي موجود. عصب الجزار الجزار قبل ما ينفعل اكتر كل شكر لك على تواجدك معنا بالتواجد معكم دايما والله وايضا اكثر محمد مباراه مهمه بالانتظار ما بين اسبانيا وايطاليا. شكرا نلتقي بكم مشاهدينا يوم غد في التوقيت ذاته الى اللقاء الى اللقاء.